فيما يخص يعني المشكل ولا النقطة تتعلق بالانقطاع المتكرر للمياه هنا بمدينة القليعة. يعني هذه المسألة تسائل الجميع، تسائل المسؤولين والمتدخلين في هذه المنظومة، لأنه لا يعقل أنها يعني مدينة مثل القليعة وبهذه الكثافة السكانية وهذا يعني الانقطاع المتكرر اللي عنده يعني مجموعة من العوامل والآثار السلبية سواء على يعني الأسر، على جميع المتدخلين يعني الساكنة. لهذا اليوم نحن نسائل يعني في إطار المسؤولية الملقاة على سواء على إطار يعني الشراكات المبرمة من طرف يعني الجماعة وكذلك يعني الجهة الوصية على هذا القطاع، يعني نسائلهم لأن هذا الأمر لا يعقل أن يستمر في هذه الوضعية. بالتالي اليوم نحن نستنكر كساكنة مدينة القليعة هذا الانقطاع المتكرر، يعني ونسائل كذلك المسؤولية، يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة. فهذه المسائل يعني أصبحت الآن متكررة. الحمد لله كاين واحد الأمور يعني تبشر بالخير، يعني تحسن كبير في مجموعة من القطاعات، لكن قطاع الماء يعني كما كنقولوا ما معاش اللعب. وبالتالي يعني نسائل وكنرفع واحد الرسالة يعني للجهات المسؤولة أن تتدخل للفك يعني وحل هذا المشكل العويص. اليوم جينا كنعلنوا الاستنكار ديالنا على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اللي عيش ساكنة القليعة واحد المهزلة وواحد الرعب، لأن أنا ملي كنلقى واحد المادة اللي هي حيوية في داخل البيت ديالي يعني كنحس بواحد النقص. هنا حنا كجمعية حقوقية كنستنكروا وبشدة ونحمل كامل المسؤولية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالقليعة والمكتب الإقليمي وحتى الجهوي ديالو، لأن ما كاينش تواصل مع ساكنة القليعة وما كاينش واحد الإخبار يعني مسبق بأن غادي ينقطع هذا الماء، ولحد الآن ما خرجوش لا بتصريح ما خرجوش لا ببلاغ اللي يعتذروا للساكنة أو لا أنهم يوضحوا لهم أشنو الأسباب. دابا ما يزيد على تقريبا على 4 أيام وأنا ما مقطوع للساكنة القليعة. رسالة السيد عامل صاحب جرانا عمارة إنزكان أيت ملول السيد اسماعيل أبو الحقوق بالتدخل العاجل لفك هذه المهزلة، ويجب على السيد العامل فتح تحقيق في الصفقة المسبقة اللي هي السبب الرئيسي في هذه الكارثة اللي كتعرفها ساكنة القليعة. كما خص توصل للمسؤولين على الصعيد الإقليمي أن راه هذا الشيء اللي كيوقع راه غادي يخرج بشي حاجة اللي لا تحمل عقبة. راه مو ممكن أن الساكنة تصبر تعيط تخرج لك تنفجر لك في الشارع، لأنه ومن حقها، لأن ملي كتجي اليوم وغدا وكنلقى أنا الماء ما كنلقاش في داري، ومني كيجي الشهر يعني تصور أنك تفوت نهار على الشهر كتزيدك الغرامة اللي هي غرامة ديال 30 درهم اللي هي، وخاصة ساكنة القليعة كتعاني الهشاشة اللي كتكون هذا 30 درهم عبء على ساكنة القليعة.